الدياي اللي استخدمته حق الشاورما، خذيت دياية كذي وقلت حق العامل هذا اللي يشتغل يخليها لي من العظم، صدر، أخود، كل شيء مع بعض، كلها كاملة مكملة. شوفوا الحين هو قاعد يخلي الفخذ، شوفوا شلون الطريقة، يخلي الفخذ بهالطريقة، طبعا السكين حادة خلوا بالكم، يخلي الفصخ العظم وهذا الفخذ مع الجلد. ليش واحدة تقولي ليش تخلي كلستور؟ لا يطلع ناشف إذا الشاورما خليت كلستور، حلو يصير طعمين مع بعض، الفخذ مع الستور. شوف شلون كلش ما يخلي على العظم ولا الحمى. هذا طبعا الشاطر اللي يعرف يسويها. شوف هالعظام بروحها فصلة. الحين دياية كاملة بيخليها لي من العظم، يفصل الصدور عن الفخذ. ترى العملية مو سهلة خاصة بالفخذ، يعني ما تجربون، لا يجرب إلا الشاطر باستخدام السكين. يعني أنا أذكر أيام الكلية طلعت لي طبخة بالفاينل 6 فخود. صباح الخير يا هلا. طلعت لي 6 فخود، على ما سويت 6 فخود وأخليتهم وحشيتهم حسب الوصفة أصابعي كانت كلها متجرحة. الموضوع مو بالسهل. شوفوا شلون كل العظام يوخرها يبقى على الجلد. لازم أنا أبي الجلد بالشاورما يعطيني طراوة. شوفوا هذا الفخذ الثاني نفس الطريقة. الشغلة يبيلها واحد شاطر صراحة، مو أي أحد. انزين هذا معون الشاورما. شوفوا أنا فيني طبع، ما أدري يمكن في ناس وايد غيري، ما أحب أشتري شيء وما أكده أو ما أطلع قيمته، ما أستفيد منه، إذا جهاز أو معون. شوفوا هذا صراحة أنا استفدت منه واستخدمته أكثر من مرة، وشوفوا لأن ستان ستيل كنا جديد، نقسله ونرد نحطه بالكبت شحليلة. فتذكرت أني صار لي من زمان ما استخدمته، فقررت أني أسوي الشاورما اليوم. طبعا راح أتبله من الحين الدياي اللي أخليناه من العظم، وبسوي حق العشاء. أوكي وتابعوني وانتم معي، بس بوريكم شلون أنه صار له مدة عندي أكثر الحين من 2 سنين، وشوفوا لأن الستان ستيل ما يتغير صراحة. حطيت زنجبيل وحطيت بهار الشاورما، بحط الروب والزيت زيتون يعطي طراوة للدياي، وبقول لكم عن الدياي الحين. نحط شوية زيت زيتون نخلطها. طبعا هذه صدور وفخود، حوالي ديايتين مخليين من العظم معاهم جلد. عندي كركم، قلت لكم هاي ديايتين مخليين من العظم ومعاهم الجلد. ليش الجلد؟ عشان يعطي طراوة للشاورما ما تبغى. بحط ثوم بودر بعد، فمثل ما قلت لكم هذه معاهم جلد، دياتين مخليين معاهم الجلد. انتم ما تبون لا تحطوا. راح احط بعد فلفل ابيض، بابريكا، وحطيت بعد ملح، ما شفتوني وانا احط الملح. كل هذه الخلطة مالت الشاورما راح اكتبها لكم كلها. هذا الدياي طبعا قاعدة احاول انه يكون طبقات خفيفة. قاعدة اخذ الصدر واقصه بالنص او الفخذ زين واطقطقه كذي عشان ابي اسوي
مثل المحلات تشوفونها ان شاء الله لما اسويها بالماعون ان شاء الله. الصالة راح تكون كذي. ايش راح ابتدي اسوي؟ راح ابتدي اشك الديالي طريقة شلون مثل زائد، يعني مرة واحدة كذي ومرة كذي، مرة كذي ومرة كذي هالشكل. هذا الدياي كذيها، هاي كذي راح الثانية نحطها العكس. كذي خلصنا سيخ الشاورما مثل ما تشكل، راح احط الطماطم كذي من فوق بعد ما كذي. قاعدة الماعون حطينا شرايح ليمون وبصل ونحط شوية الحين راح نغطي ماعون الشاورما من كل النواحي. اوكي غطاء محكم قبل ان ندخل الفرن، راح اوريكم الحين عقب ما توبكناه وغطيناه بالقصدير راح نحطه على درجة حرارة 250 بالفرن. اوكي نص ساعة، وبعدين نص ساعة ثانية نزل، وبعد نص ساعة ثانية نزل حرارة 190، بعدها نشيل القصدير. طبعا بتقول لي هالمعلومات شلون؟ صراحة الواحد يقول الصج، انا دخلت على الاكاونت اللي يبيع الماعون وشفت تجارب الناس وخذيت. التزيين حق الشاورما عندي بصل بخلطه مع بقدونس مفروم، بحط عليهم سماق وبحط نعناع مخلل، بسوي طحينة، راح اوريكم كل اللي انا راح اسويه ان شاء الله. هذا بصل فركته مع سماق مع بقدونس عشان بنزين فيه الحين الشاورما، نحط يمها نعناع ونشوف عندنا مخلل، وهذا الشمندر المخلل بعد مسويته عندي بالثلاجة طلعته. عاد انتم تبتكرون طريقة تقديمكم حق هالمشحيات اللي تقدم، ممكن تحطون صلصة الثومية او صلصة الطحينة، انواع صلصات ممكن، وتحطون الخبز ويمه بس كافي بعشر نعمة الحمد لله. ممكن تلفون الماعون بورق الزبدة وبعدها القصدير، بس لأن القصدير يحافظ على الحرارة نهتم داخل الماعون. الحين راح ندخل مرة ثانية صيخ الشاورما إلى الفرن ونوريكم النتيجة النهائية إن شاء الله. شوفوا ما شاء الله شلون الحين تقريبا استوى إلا شوي بس نبي يتحمش. راح أخذ من هذا الماي كذيها وصبه كذي عليه، والحين أشيل القصدير. مثل ما تشايفين اشوف ان القصدير ما له داعي، قاعده اخذ من الماي هذا واصب عليه بين فتره وفتره وقاعده يعني التجربه ان شاء الله مبدئيا ناجحه مثل ما نصحتني واحده من الفولورز جزاها الله خير. فراح نستغني عن القصدير ما في داعي ونسويها كل مره بهالشكل من غير قصدير، بس مجرد ان الماي هذا اللي حطيناه شويه تحت كل شوي نصب عليها من فوق، بس اللي هو فيه وصارت ليمون وبصل بعد.